شلونكم أعزائي المشاهدين؟ حلقة جديدة من برنامجكم حكي عراقي. بالفترة الأخيرة قرارات خلية الأزمة حول أزمة كوفيد 19 صارت أنه بعد عيد الأضحى المبارك راح يتم رفع حظر التجوال بصورة كاملة، وحيصير أكو تعايش مع فيروس كورونا، وصار أكو كثير من الكلام حول هذا الموضوع. هل إحنا مؤهلين زين؟ شنو اللي خلى هيك قرار يصدر؟ الاصابات نفسها من تقريبا شهر كامل احنا المعدل تقريبا صار ثابت، هو 2000 و2100 و2200، والوفيات ايضا قاعد تتراوح من 100 الى 80، فالمعدل ثابت. ليش هذا القرار وشلون نتعايش ويا هذا الفيروس؟ حتى نتكلم اكثر بهذا الموضوع ويانا بالاستوديو خبير الوبائيات الدكتور باسم العضاض. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا دكتور مصطفى، وشكرا جزيلا لك وللصوت المستقبل. شكرا جزيلا، واني سعيد لان اكون معاكم هنا. دكتور انت باقي وانا بس عندنا استطلاع ومكملين ويا حضرتك. استطلاع سوينا حول راي المواطنين في قرارات خليه الازمه الاخيره في رفع حظر التجوال والتعايش مع كوفيد 19 بعد عيد الاضحى المبارك. والله انا اعتقد هاي قرارات ما مدروسه، لان هي من كانت الاصابات 50 و60 يوميا كان الحظر شامل واكو بيه نوع من التشدد. هسه صارت القضيه 3000 2500 اصابه، رفعوا الحظر، هاي يعني مشكله، يعني هاي المفروض يعاد النظر بها انا اعتقد، يعني وان كانت اكو مشاكل ماديه عند العوائل العراقيه، بس المفروض الدوله تتبنى الموضوع وتتأنى بهذا القرار، يعني وان كنت انا متضرر يعني، بس الحياه اهم من المعيشه. خطوه جيده، لان اغلب دول العالم انه هاي الخطوه تقريبا قبل شهر او يمكن 35 الى 40 يوم انه تبعت هاي الخطوه، انه فتح الحظر مع الالتزام بالوقايه الكامله، انه كمامه وتعفير ومسافه، يعني المسافه بيني وبين المصور انه تقريبا متر ونص او مترتين اغلب دول العالم، لان انه الوباء يعني استمر اكثر من 3 اشهر الى 4 اشهر، يعني انه يعني ما له وقت نهايه، انه اكو بعض الدول يقول الشهر التاسع انه ينزل علاج له، فانه انسب حل انه يرفع الحظر. والله هو يعني قرارات خلية الأزمة حال كثير من القرارات بالبلد، يعني أكو تخبط باتخاذ القرار، أكو عدم مركزية باتخاذ القرار، يعني بعض التفاصيل الناس تسأل مثلا فترة سوى الزوجي والفردي شنو علاقته بالعكس، هذا يسبب أنه الناس روح تصعد نفرات فبالتالي تحتك وتصعد تاكسيات، فبالتالي يصير احتكاك اكثر ويصير انتشار المرض اكثر، وبقى الموضوع مفتوح. فكره انه الايام الخميس والجمعه والكذا هذه الايام ما موجوده، يعني محظورين الناس، هذه ايضا فكره غير سديده، لانه راح يكون تسوق العالم وشغلهم محصور باربع ايام بدل السبع ايام، يعني فبالتالي يسبب زخم ايضا. ويعني كثير من القرارات اذا ردنا نسولف بها اكو تخبط بالقرار، اكو عدم تحس انه اللي قاعد يتخذ القرار غير مختص. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين ومكملين موضوعنا حول التعايش مع فيروس كوفيد 19. دكتور احنا مؤهلين يصير اكو رفع تام لحظر التجوال برايك؟ الفيروس وضعيته خف، قل، ضعف؟ سيدي الفاضل، موضوع عمل يعني يجب ان يكون هناك دراسه لواقع الحال. هل احنا وصلنا الى مرحله السيطره؟ هل احنا وصلنا للقمه؟ هل بدينا ننحدر باتجاه السفح بالجهه الاخرى؟ الجواب يجب ان يدرس بشكل علمي واكثر نضجا. للاسف هناك كثير من القرارات طلعت هي ارتجاليه، مثل ما طلع القرار من خليه الازمه اللي يقول اللي غادر يسافر خارج العراق عليه يقدم تعهد بعدم العوده للعراق الا بعد ان تنتهي الازمه. ما لبث هذا القرار 24 ساعه حتى طلع نقيض له، فمعناه هذا ينطي اشاره انه هذا القرار غير مدروس. الارقام هي الحقيقيه اللي تتراوح تحت ال 3000، وصلت 3800 وصمثين 2800 وصمثين، يعني عبرنا احنا ال 3000، وهذه هي الارقام الرسميه. لكن هناك الكل يعرفون ان هناك كثير مئات لا بل آلاف من الحالات دي تعالج في البيوت، ما راجعت المستشفيات لخوف، لعدم قناعة، لعدم يعني اكتراث، لعدم كذا. فهناك أرقام هي أكثر من الأرقام اللي تعلن. المرض هو حاليا، ما أريد أخوف الناس بس أقول لهم المرض لا زال
لا زال ينتشر. عندنا وفيات لحد الان عندنا صور. وعندنا يعني بحدود ال 100 وفاه يوميا، الله يرحمهم الناس دي تروح، ومن ضمنهم اطباء ومن ضمنهم كادر طبي معاهم دي يعني يستشهد بهذا المعركه. زين يعني دكتور، هو احنا بدنا نسمع اكو بالسوشيال ميديا يقول انه خليه الازمه عجزت، يعني هذا اللي تقدر تسويه سوته، واكو عليها ضغط من رجال الاعمال والناس اللي توقفوا اعمالهم طوال الفتره، فهم ما سيطروا ولكن هم عجزوا وصارت الكره في ملعب المواطن. نعم دكتور مصطفى، المرض هو مرض سياسي، مرض اقتصادي، مرض اجتماعي، مرض نفسي، بكل صاب المنظومه ليس بالعراق، بكل العالم، بشلل تام. لكن دول العالم استطاعت ان تخفف من اثر الصدمه على المواطن البسيط او اللي من خلال اعانات معينه. للاسف بالبلد هنا ما صارت هذا الشيء. الحكومه المستقيله او منتهيه الاعمال السابقه دعت الناس لان يقدمون مقابل 30,000 دينار، ولحد الان كله يمكن يستلمه او ما يستلمه. فهاي العملية خلت الإنسان ما يحتر، وبعدين زاد الطين بلة. الإصابات كانت عشرات، كانت 80 60 70، فما كان أكو شنو يعني تقبل للمواطن أو قناعة للمواطن أكو موجود مرض. فمن تسأل المواطن يقول لك يابا وين أكو شيء ما يقتنع به. هسه الآن صارت الأرقام بالآلاف والوفيات أمامهم. اجى هذا الدرس متاخر بعض الشيء، متاخر بعض الشيء. المهم المواطن الان بدا يدفع الثمن، جوع ومرض وخرق للنظام ولعدم الالتزام. عليهم ان يصارحون، يجب على خليه الازمه الصارح تقول الارقام الحقيقيه، تقول الاصابات هذه كم، والاصابات اللي يحددها هو عدد الفحوصات اللي تجريها، تجري 12 14 15 10,000 فحص. فأكيد هذه من نسبة هاي العشر تالاف، يعني دان سيفت 20,000 يطلع عندنا مثلا يضاعف الرقم 6,000 أصابة، يمكن 40,000 يضاعف هذا الرقم، يضاعف. زين دكتور، إذا هسه إحنا الفيروس مستمر موجود بالعراق وعندنا أصابات، وإذا صارك بتعايش مع الفيروس، برأيك الأصابات هذا شنو المعدل، حيستمر بالزيادة لو لا؟ سنصل في يوم ما إلى مناعة القطيع. سيصل احد دول الجوار، الارقام الرسميه 4 مليون، لكن رئيس هذه الدوله قال احنا 15 مليون اصابه. فهذا الرقم اللي عندنا هسه الان اللي هو بحدود 90,000 اصابه، احنا الصين 83,000 غلبناها، مليار و400 مليون امام بلد تعداد 40 مليون، احنا 90,000 اصابه. فشوف وين الصين وين احنا. لا يقارن صح بين البوبيليشن، هم المنبع مال هم اصل الله. فعلينا ان شنو هاي الاصابات تنضرب برقم حتى تصحح وتعطي الصوره الواقعيه، لربما الارقام الحقيقيه هي بالملايين المصابين. اكو ناس قسم من الاصابات هي يعني غير اسمبتوماتيك، يعني بدون اعراض، بدون اعراض انسان مصاب ماخذ الاصابه، خصوصا ذولا من العشرينات صعودا، من دون ان تظهر عليه الاعراض، وهذا مصاب وبعدين تكون انتبادي بجسمه وكذا، بس هو مواضع بس هو مصاب. هذا ينضاف من ضمن الاعداد. ودكتور الاعراض بتتغير، يعني الفيروس قابل انه يغير الاعراض عند الشخص. نعم يعني نحكي على سخونه وقحه وسعال، هسه بدنا نحكي على اسهال وعلى خمول. هي حوالي 10 الى 15 اللي تطلع كلينيكال ساينز او علامه سريريه على الانسان، مو بالضروره كلهن يتواجدن بالمريض، قد يتواجد 2 3 4، بس الفيصل بيهم هو المسحه. المسحة الأنفية والمسحة البلعومية، وهناك البي سي آر، والبي سي آر أيضا ينطي 70%، يعني 70% يعطي و30% يعطي فالس. اللقاح دكتور حيلعب دور في انه احنا نتعايش ويا الفيروس وتصير اصاباتنا قليلة؟ طبعا هو الاكثر حوالي من 100 شركة بتشتغل على هذا. اكو من الامارات راح يجي العراق؟
اكو هالشري هذه يعني صيني لقاح صيني اماراتي الامارات دخلوا وما اعرف شنو الامكانيات العلميه مع احتراماتي لكل الدول فهو لقاح صيني. اللقاح سيد الفاضل يدخل 3 مراحل بعد ما يتكمل وينتج اللقاح يروح بالمرحلة الأولى يجرى يتم تجربته على متطوعين بحدود 10 إلى 15 إلى 20 أشخاص متطوعين. بعدها بعد ما إذا أبطت النتائج إيجابية أوكي ماشي تروح باتجاه المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تم تجربته على مئات هناك عشرات هنا مئات. إذا أنطت نتائج مشجعة وأثبت كفاءة من خلال كفاءته كيف وراء 21 يوم يأخذون دم يشوفون أكو أجسام مضادة تكونت ضد هذا الفيروس يشجعهم يروحون للتجربة الثالثة الستيج 3. الستيج 3 لازم يصير على آلاف. إحنا راح ندخل بهذا الستيج 3 إحنا راح نكون تجربة لهذا اللقاح وهذا اللقاح راح يقيم بعد ما يأخذوه للعراقيين بالآلاف. وليش اختاروا العراقيين؟ هسه احكي على الموضوع. يعني هو اللقاح ما بيبروفد انه هو اللقاح يصير ستاندر لعلاج الكورونا؟ هو ما ماخذ الموافقات النهائيه، هو ستيل اندر يعني انفستيجيشن تحت الرقابه تحت التجربه. يعني اجتاز هو المرحله الاولى اجتازها، الثانيه اجتازها، الان الثالثه ويقيم على ضوء الثالثه وثم اطلاقه. لان هذا اللقاح مو سهل، هو مو علاج. علاج انا اروح للصيدليه اخذه، انت وحضرتك والاخ المخرج ياخذه، ثلاثتنا ناخذ علاج. اذا بي خطا بي شيء ممكن ينسحب من الاسواق، لكن لقاح من اخذه اني زين. هذا اذا طلع بي مثلا سايد افكت مثلا او اعراض جانبيه على من يتحمل مسؤوليته؟ هو هذا الشخص اللي راح ياخذه يقدم تعهد هو متطوع يقول اني متطوع اخذ هذا اللقاح ولا اطالب باي تعويض او بدون لجوء للمحاكم انا اخذت على مسؤوليتي. هذا هو الاسلوب اللي دا يصير بخارج البلدان. بس هنا بالعراق ما قالوا هم تجربه ولا انطوا. انا يعني ما اعرف تجربه بس منك سمعت. اي دا هي تجربه هي تجربه لاطلاقه، التجربه الاخيره يجب ان تكون. واختاروا العراق ليش؟ لكون العراق الان لا زال الفيروس والاصابات جاري، فهو هذا حتى يبين يعني اشبه بالتشالنج تيست، يعني اختبار تحدي. اختبار تحدي تعطي شخص لقاح وتعرضه للفيروس تشوف اذا عبر الفيروس معناه هذا اللقاح اوكي. فهذا هو اشبه باختبار تحدي راح يجربوه على العراقيين، اضافه الى 1500 واحد عرف بالامارات. بس الاعداد بالالاف الكبيره هنا بالعراق 30,000 يعني 30,000 يعني مفروضهم فلوس المتطوع. لا هو عاده المتطوع هذا البروسيجر العالمي من دون دفع اي اجر متطوعا من دون دفع اي اجر ومن دون دفع اي تعويض عن اي خطا يصير. حمل المسؤوليه كامله. اي زين دكتور احنا ما اضل عندنا وقت لكن نريد منك شغله مهمه. احنا مقبلين على تعايش مع هذا الفيروس وحضرتك يعني عندك درايه كامله بالفيروسات. ايش تنصح المواطن حتى اليوم يعني يبتعد عن الاصابه بهذا الفيروس؟ شيئين، التباعد الجسماني، ما اقول التباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي هاي مساله سيكولوجيه. التباعد الجسماني بين شخص واخر يجب ان تكون مترين يعني اقل شيء. وارتداء الكمامه، ارتداء الكمامه والابتعاد عن الاماكن المزدحمه. هذه هي الاساس بالتعايش مع الفيروس مستقبلا، واحنا راح نتعايش معه. فيجب ان تكون حياتنا ارتداء الكمامه بالاماكن المغلقه والاماكن حتى المفتوحه والقريب اذا اكو شخص لازم انا ارتدي الكمامه. اذا ما التزمنا يبقى الفيروس عندنا مستمر في ذروه مستمره برايك؟ بس لا مو بهذه الحده ولا بهذه الشده. راح الفيروس ايضا هو يسوي يعني تكيف ويسوي سلكشن فراح يكون متعايش ويانا وتسبب اصابات هنا وهناك، لكن الازمه تعبى بعد ان تكون مناعه قطيع بالملايين صارت لدى الناس بكل العالم وليس بالعراق.
أنا شاكر وجودك وشكرا لوقتك دكتور باسم العباض، نورتني جدا اليوم. شكرا استاذ دكتور مصطفى، واني سعيد اكون معك. الله يخليك. اعزائي المشاهدين، هي مرحلة الجاية مرحلة مهمة جدا، ودور المواطن صار مهم جدا في انه هو يحمي نفسه ويحمي اهل بيته من خلال الالتزام بالارشادات الوقائية. احنا دائما يعني اذا نستضيف ناس اهل اختصاص في هذا الموضوع حتى المعلومة مرة ممكن ما توصل مرة ثانية توصل. اليوم الفيروس هو موجود، ممكن يكون ضعف لكنه لحد الان هو موجود، الوفيات مستمرة عندنا بمعدل مثل ما قال الدكتور 100 إلى 80، وهذا رقم يعني مو سهل. اكو انا يعني الباحث اشوف الجدول الدول العربيه كلها ما بيها وفيات وما بيها حتى اصابات ما عدا العراق ممكن والسعوديه وباقي الدول بالعشرات. هذا مؤشر خطير جدا. غلبنا الصين مثل ما قال الدكتور، مع العلم هم عدد سكانهم اضعاف عدد سكان العراق اللي هو 40 مليون بالعراق. فاليوم صار اكو مسؤوليه المواطن، هو وزير الصحه ببيته وهو وزير الصحه على اهله وناسه، وان شاء الله يا ربي بجهود المواطن وبجهود الجيش الابيض والكوادر الاعلاميه وكل المسؤولين عن هذا الموضوع نتجاوز هذه الازمه. وصلت وياكم نهايه حلقتنا هذا اليوم، انتظروني بالحلقات الجايه. مع السلامه.